ناخذ احنا غادي نجاوبوا. السلام عليكم، غادي نعاودوا الحوار. هذا مصطفى روح لها روح عند شنو هو السبب؟ غادي تعاودوا لي السبب اللي وقفوا هذه الحفله. نائب رئيس الجماعه اش قال لكم؟ نائب رئيس الجماعه شنو قال لكم؟ قال لنا حرقوا الطوبيس. صورني انايا قال لكم حرقوا الطوبيس. حرقوا الطوبيس قال لنا حرقوا الطوبيس. قال لنا حرقوا الطوبيس. انت الشريف انت راجل كبير، سمعتهم كيقول لهم نائب حرقوا الطوبيس؟ قال لهم حرقوا الطوبيس. قال ديوه ولا حرقوا؟ ها هو الطوبيس بغيتو تديوه لجوج بغال ها هو ديوه ولا حرقوا. اذا المشكل ما بقاش مع الطوبيس، بقات مع الجماعه. مع الجماعه تعرفوا اي واش كاين شي واحد اللي كيعارض هذا الكلام اللي قالوا حرقوا الطوبيس؟ واش تقال ولا ما تقالش؟ قال نائب رئيس الجماعه. نائب رئيس الجماعه. جماعه سميتها الجماعه؟ جماعه تنقاد. سيدي شكرا تبارك الله عليكم. شي الفاظ اخرى.